It is my pleasure to announce the recipient of the 2018 LAU Communication Arts Alumni Award, Ms. Rima Maktabi. فأنا بلشت عمري 13 سنة بالشغل بالأعلام ويمكن صرتوا بتعرفوا أو بعضكم بيعرف بلشت شغل قبل ما فوت على الـ LAU على الجامعة، ما كنت عارفة شو بدي أعمل بحياتي مثل ما كثير ناس عمرها 18 سنة ما بتكون عارفة شو بدها تعمل، بلشت شغل بتلفزيون مستقبل تلقائيا كان القرار إنه أكون بالـ Communication Arts Department بالـ LAU وهيك أنا مش بس انتهي من الأعلام وإنما ضيف على حياتي الخبرة الأكاديمية بالكوميونيكيشن أرتس. بهالوقت أكيد كنت عم شق طريقي بالإعلام، بالبداية قدمت برامج الترفيه جعلت مني شخص مشهور، كنا نسافر أنا وزميلتي نادية وصارت على الكويت والعالم العربي ويتصوروا معنا ناس ونوقع أوتوغراف وفعلا يعني كنا بمرحله مهمه من الاعلام اللبناني بين تلفزيون مستقبل وباقي القنوات اللبنانيه اللي كانت عن جد متميزه. خلصت عملت البي اي بهالوقت وكنت عم بدرس، بس دائما الجواب من امي كان اوكي مشهوره وعم تعمل منيح بس هذا مش مهم، اهم شيء ما بتتخرج. طبعا تخرجت من البي اي من الكوميونيكيشن ارتس مع الانفسس بالجورناليزم. هالوقت كان حلمي انا دائما ادرس بامريكا، وبس وصلت على الماسترز يمكن صار هالحلم اكبر، كنت بدي اكون يعني ايفي ليج يونيفرستي، انا كنت بدي اروح على امريكا على واشنطن او على نيويورك ادرس صحافه ب one of those universities، بس الظروف ما كانت بتسمح. فبسبب هالظروف بقيت بال LAU ودرست انترناشونال افيرز لانه ما كان في كمان ماسترز بالكوميونيكيشن ارتس. ما بدي اقول قد ايه عمري بس نحن عم نحكي شوي سنين لورا. تبقى بدات بالاعلام عام 96 ونحن اليوم 2018 يعني بعد 22 سنه. بدي اقول لكم اولا اني بعدها عم طالب اني اعمل دكتوراه، ما بيكفي انه عامله 22 سنه خبره وبي اي وماسترز قدرت اعمل دكتوراه، بس اهم شيء ولما بتطلع لورا إنه أنا خريجة الـ LAU. I feel so proud إنه I am an LAU graduate. هالصالح التعليمي الأكاديمي التاريخي اللي خرج أجيال كتير، أنا فخورة إنه أكون جزء من هالأجيال. ومن جمعتين كنت بياي يونيفرستي طلاب العرب دعوني إنه أكون محاضرة هونيك مع بالمؤتمر. أكيد فتت على إيام يونيفرسيتي كامبس وحسيت إنه كان حلمي يكون بوحدة مثل هول الجامعات، بس ما فيني أقول لكم شو افتخرت لما وقفت على الستيج وقلت إنه أنا LAU graduate جارية على Ivy League University حاضر بعد كل هالحصانة والمعرفة اللي أنا أخذتها من هالجامعة. شكرا للكوميونيكيشن أرتس ديبارتمنت على التكريم والـ LAU ايضا عبد الله، يعني نحن وير اولويز ان تاتش، وانا اي فرصه لإلي انه تو باي باك للجامعه انا دائما جاهزه. حتى اكون امينه وما اشكر بس للناس اللي كانت خيره بحياتي، رح كمان اشكر ناس ثانيين. كل شخص وقف بدربي وكل شخص حاول افشالي وكل شخص كان يمكن سيء بحقي بدي اشكره، لانه جعلني اكثر صلابه واكثر قناعه انه انا تابع الطريق لحقق اهدافي انا واحلامي انا. عالم الاعلام الجديد والقديم والتقليدي والنيو ميديا والسوشيال ميديا ان يو نيم ات منه عالم سهل. وما فيني الا لكم انتم جيل المستقبل، انتم مستقبلنا نحن، بعد 10 20 سنه نحن رح نكون قاعدين ببيوتنا عم نتفرج عليكم وعم نتابعكم ويمكن عم نعطي جوائز لناس مثلكم. علي الأمانة إنه قلكم إنه الطريق رح تكون وعرة،
ما رح تكون سهلة، مش مثل ما بتفكروا، ولكن بقلكم تسلحوا بالإيمان والمعرفة والطموح. وبما أنه العنوان للسنة هو Year of Women، وبما أنه كان في يعني استوحيته من الميتو موفمنت، علي أقول للسيدات بعالم الإعلام الجديد وإعلام المستقبل إنه ما تشكو المظاهر البراءة أمام المرأة بالإعلام العربي درب طويلة. جرأ الغرب ودول أمريكا وبريطانيا وغيرها بإطلاق حملة ميتو، لكن ما شفنا بالعالم العربي أي شيء مشابه حتى اللحظة. وخلف هالصمت في كتير من القصص اللي ما بيحكى عنها. بس أنا بقلكم ما تقبلوا تدفعوا أي ثمن مقابل أحلامكم وطموحاتكم، ولا أي ثمن إلا العمل والجهد من دون أي كلام. هيدا هو الثمن الوحيد اللي لازم يندفع. ولشباب وشابات عالم التواصل الاجتماعي والنيو ميديا اللي انتو هن يعني عم بحكيكم لإلكم، يمكن اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي الهدف هو مين عنده فولورز اكثر ولايكس اكثر. وانا قبل ما اجي لهون يعني رح اعترف انه عملت تويت وسناب شات وانستغرام وطلعت كم فولورز ومين شايف والهاشتاجات المضبوطه هول بالمية. لكن ما تغربوا بكل هالسوشيال ميديا انفلونسرز اللي عم تشوفوهم، على ما قعد الدراسه هيدي سلحوا وامنوا وتثبتوا باسس الاعلام والصحافه الحقيقيه الاكاديميه. هيدي هي من هون بتبلش القصة. كل شيء تاني فقاعة. ما تنسوا مبادئ الصحافة الأساسية اللي هي الدقة بالمعلومات، مقاطعة المعلومات، البحث عن الحقيقة. سلاح المعرفة هو بالأول وبالأخير السلاح الحقيقي. كل شيء تاني من شهرة، من إنفلونس على السوشيال ميديا رح يكون شيء إضافي. بس ما تنسوا هذه المبادئ الأساسية. أخيراً أنا ما بدي أطول كمان. اسمحوا لي انه اشكر والدتي، بس يمكن التكريم اليوم او الجائزه الاساسيه هي لها. كانت كثير يمكن انت الحياه ما عطتك هاي الفرصه، بس ما فيني خبر قد ايه انجاز انك انه انا عم بفضلك. انا حبيت اليوم انه اكيد كنت بحب انه بعض من اصحابي بعالم الاعلام انه يجوا، وانا كثير ممنونتهم انه اجوا، لانه كنت حابه انه تختلطوا ببعض من زملائي. هيدي المهنه مش سهل تعمل فيها اصحاب، بس انا بفتخر بنادي صارت من تلفزيون المستقبل من 20 سنه. رولا معوض من جريده النهار، وكانت هي البوابه تبعي على الصحافه المكتوبه. اللي انا هو الشخص اللي بس احضرها او تبعها او شوفها على خشبه مسرح ونتعلم منها. بدي اقول لكم انه اذا صار لكم فرصه تختلطوا، هيدا وان اوف ذا ريزنز اللي قلت لهم يجوا، لانه اولا انا بفتخر فيهم بتجربتهم، كان على بالي بتعرفوا اكثر على ناس انجزوا شيء بعالم الاعلام، انجزوا كثير. ثانك يو عبد الله، ثانك يو دكتور جعفر، ثانك يو everybody فور كومينج. وما فينا إلكم ساعات إنه تبي عام، يو أنتو بي أورد. ثانك يو.